بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، أخواتي الطالبات، قسم النهائي شعبة العلوم التجريبية وشعبة الرياضيات، أقدم لكم مثال تمرين فيما يخص الدالة التي لا تقبل الاشتقاق عند x ناقص يساوي ناقص 2. أولا نشاهدوا مليح النص تاع التمرين. اف الدالة المعرفة على ناقص 2 زائد لا نهاية ب اف ل اكس يساوي جذر اكس زائد 2. اولا احسب الليميت اذا اكس يؤول الى صفر بالقيم الكبرى على اليمين، معناه اف ل ناقص 2 زائد اش على اش. نبداو في هذا الليميت. اذا الليميت اذا اكس يؤول الى صفر على اليمين اف ناقص 2 زائد اش على اش، ما علينا الا ان نعوض اف ناقص 2 زائد اش هي وشني جذر اكس زائد 2. اكس نعوضها ب ناقص 2 زائد اش زائد 2، لأن واش تمد لنا جذر اش. إن تولي لا ليميت إذا إكس يؤول إلى صفر على اليمين إف ناقص 2 اش على اش، تساوي جذر اش تساوي دائما لا ليميت اذا اكس يؤول على صفر على اليمين جذر اش على اش، او لا ليميت اذا اكس يؤول على صفر على اليمين جذر اش على اش مربع. في الحالة واش تمدنا هي لا ليميت جذر واحد على اش اذا اكس يؤول على صفر يمين. لاحظوا لهنا بلي هذه اذا اس اش يؤول الى صفر معناه واحد على صفر هي زائد ما لا نهاية. اذا يسمى لهنا ما كانش نهايه، لهنا النهايه ما عندهاش معنى. اذا الداله اف لا تقبل الاشتقاق على يمين ناقص 2. واش لاحظوا معناه كيعود هذا ليميت زائد ما لا نهايه لهنا نرسمو نرسمو الخط البياني. واش مدلنا مدلنا سي اف لهنا، هنا المماس هو عمودي لمحور الفواصل، هذا هو المماس.
إذن التمثيل البياني للدالة سي اف اف التمثيل اف يقبل نصف ممس عمودي على محور فوسيل فواصل عند وانتهى التمرين والرجاء منكم إعادة التمرين بدون مشاهدة الفيديو والسلام عليكم.